قد يفقد الإنسان حياته خلال لحظات معدودة، وفي كثير من الأحيان نكون بأمس الحاجة للمساعدة لنمنع شخصا عزيزا علينا من مفارقتنا. جميعنا سمعنا بالسكتات القلبية والجلطات الدماغية وكم أودت بحياة أشخاص، إلى أن توصل الباحثون إلى العلاج المناسب. كيف؟ تابعوا معنا المقال التالي. يمكن للجلطات الدموية أن تكون مفيدة عندما تقوم بإيقاف النزيف وإغلاق الجروح، ولكنها أيضا مؤذية جدا عندما تتشكل في الأماكن غير المناسبة كالدماغ أو القلب. سنتحدث في مقالنا اليوم عن كبسولة تستطيع إنقاذ حياة الأشخاص فور تعرضهم لذبحة قلبية أو سكتة دماغية، وذلك داخل سيارة الإسعاف ومن دون الانتظار حتى وصولهم للمشفى لمعالجتهم، الأمر الذي يستغرق وقتا في بعض الأحيان. لقد طور مجموعة من الباحثين الأستراليين طريقة جديدة للتعامل مع الجلطات الدموية، وذلك باستخدام التقنيات النانوية، ويتوقع أن تقوم هذه التقنية بإنقاذ العديد من الأرواح، على اعتبار أن الجلطات الدموية هي السبب في معظم حالات الوفاة السنوية. تعتمد التقنية الجديدة على استخدام حقنة تحوي كبسولة نانوية يمكن إعطاؤها للمريض مباشرة عن طريق الوريد، لتقوم برصد الجلطة وتفتيتها على الفور. لا تتوقف أهميتها على أنها تعمل خلال دقائق قليلة، بل لكونها محمولة أيضا، أي أنه يمكن استخدامها في الحالات الإسعافية وحتى قبل الوصول إلى المشفى. يقول كريستوفر هاجيمير أحد الباحثين في معهد باكر للقلب والسكرية، مؤكدا على أهمية هذه التقنية، يمكن أن تعطى هذه الحقنة في سيارة الإسعاف مباشرة، مما يوفر الكثير من الوقت ويعيد تدفق الدم للأعضاء الحيوية المهمة بشكل أسرع بكثير من التقنيات المتوفرة حاليا. تحدث حوالي 80% من السكتات الدماغية عندما تقوم كتلة دهنية أو جلطة دموية بسد أحد الشرايين التي تزود الدماغ بالدم. في حال قامت تلك الجلطات الخثرات الدموية بإيقاف تدفق الدم للقلب، فيمكن أن يتبع ذلك ذبحة قلبية، وكلما بقي الدماغ أو القلب بلا أكسجين أكثر فإن خطر موت الأنسجة الحيوية يصبح أكبر. هذا هو سر نجاح الكبسولة النانوية التي تستطيع التعامل مع الجلطة بسرعة كبيرة. في حال تمكن الفريق من تسويق الجهاز فإن ذلك سيحدث تطورا كبيرا للمرضى المصابين بالسكتات الدماغية والقلبية الذين لا يستجيبون للعلاجات المتوفرة حاليا. وفقا لجامعة ميلبورن التي ساهمت أيضا في تطوير هذا الجهاز، فإن نصف من بين 55,000 أستراليين عانوا من ذبحة قلبية أو سكتة دماغية لا يستطيع استخدام العلاج الخاص بالجلطة الدموية الذي يقوم به الممرضون، وذلك بسبب التأثيرات الجانبية الشديدة التي يمكن أن تؤدي إلى نزيف داخلي حاد. أحد هذه التأثيرات الجانبية هو أنه بسبب حرية الدواء بالحركة داخل مصر الدم، فأنه يمكن أن يهاجم خثرات قديمة كانت قد تشكلت في السابق لوقف نزيف في الوعاء الدموي، الأمر الذي يؤدي إلى نزيف جديد. ولكن ما الذي يميز هذه التقنية الجديدة؟ يقوم الجهاز ذو الكبسولة النانوية بتحرير الدواء فقط في المناطق التي تام فيها الجلطة بشكل كبير، والتي يمكن أن تغلق الوعاء الدموي بحيث لا ينتشر الدواء في كل أنحاء الجسم على طول مسار الدم، حيث تكون الكبسولة التي تحتوي على العقار محاطة بأجسام مضادة تستهدف بشكل خاص الصفيحات الدموية الفعالة المشكلة للجلطة الدموية. عند وضع الكبسولة في مكان الجلطة، فإن الثورمبين وهو جزء يتوضع في مركز الجلطة يقوم بفتح الطبقة الخارجية للكبسولة النانوية محررا بذلك الدواء الذي يقوم بدوره بتفتيت الجلطة. نحن نقوم باختراق نظام تشكيل الخثرة الدموية كي نتمكن من إزالة العائق في الوعاء الدموي، يقول هاجمير. تم تمويل هذا البحث من قبل المؤسسة الأسترالية للقلب ومجلس الصحة والبحوث الطبية NHMRC ومجلس الأبحاث الأسترالي ARC، والذي استمر الباحثون في العمل عليه لمدة 5 سنوات. وباعتبار أن النتائج كانت إيجابية جدا، فأن الأمر قد يتطلب 5 سنوات أخرى حتى يصبح الجهاز متاحا للمرضى. إذن لا خوف وقلق بعد اليوم من الذبحة القلبية والجلطة الدماغية، ولا خوف من أن نفقد أحباؤنا وأصدقاؤنا
بعد أن توصل الباحثون إلى الدواء المناسب على أمل أن يتوصلوا يوما ما إلى العقار المناسب لأمراض الإيدز والسرطان التي تؤدي بحياة المئات من الأشخاص يوميا حول العالم.